وبركاته. نتحدث إليكم الآن من أعلى قمة في برج الساعة. هذه هي ساعة مكة اللي هو برج الساعة فيرمونت، ساعة المتحف. ما شاء الله تبارك الرحمن، من أجمل الأماكن وأروعها. تشوف الحرام، لا إله إلا الله، هذا الحرم كامل من أعلى نقطة. يا الله، جميل 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 جدا، منظر روعة، لا إله إلا الله. أهو هذا الحرم كامل، هذا الحرم كامل. اليوم الخميس الموافق 12 يناير 2017.